برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، أقامت الهيئة الإدارية واللجنة الاجتماعية لجمعية أصدقاء اليتيم الخيرية حفل الإفطار الخيري السنوي للسيدات بحضور المونسنيور غازي خوري راعي الكنيسة المارونية في الأردن وسيدات أخوية مار شربل وعدد من الراهبات، حيث قدم الأطفال خلال الحفل الذي أقيم في النادي الأرثوذكسي بعمان مجموعة من الفقرات الوطنية.